عليكم بكيف، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم هشام في فيديو جديد. يعني بزاف ناس سقساوني على الدراسة في استراليا ولا الاميجريشن، ولهذا راني داير هذا الفيديو باش نريبوندي على لي كاستيون اللي سقسيتوني عليهم، وباش يكون في عينكم على اللي واش راه صاري في العالم كورونا فايروس. استراليا راهي غالقة الحدود حتى 2022. يعني نصيحة، ولا راك حاب دير الدوسي فيزا وتابلاي يعني في 2021، نقولك اصبر، ابدا توجد الدوسي واصبر حتى النهاية تاع 2021 ومن بعد ابلاي للفيزا ان شاء الله. ودوكا راح نقدم لكم باختصار الملف اللي لازم توجدوه للستودنت فيزا سب كلاس 500 لاستراليا باش تجيو لهنا لاستراليا ان شاء الله. اول حاجة باش يكون في عمكم انه تاوي لا جبت الباك، اللهم بارك، ومامي لما جبت الباك هنا في استراليا راح يقبلوا باذن الله، لانه الباك مستعرف به غير في فرنسا والجزائر وبلجيكا وما جاور. وكان نصيحة لكم اللي جبتوا الباك ومام اللي ما جبتوش الباك، ايسيو تدخلوا تقراوا في سونت فورماسيون في الجزائر حوالي عام ولا عامين او 3 سنين، خيروا التخصص اللي راكم حابين ديروه هنا في استراليا باش كي تجيو لهنا لاستراليا ما يمونديولكمش تزيدوا تقراوا 3 سنين في الكوليج باش ما تخلصوش بزاف، يعني تدخلوا الجامعة ديريكت. بون كيما قلنا لا بروميير ايتاب هنا باش تدخل وتجي تقرا في استراليا لازم تخير سواء لونيفرسيتي سواء سونت فورماسيون بروفيسيونيل اللي عيطولو هنايا تيف، باش ما نكومبليكيهاش عليكم برك. يعني تكاليف دراسة في الجامعة غالية بزاف، ودوك نحط لكم الرابط وشوفوا شحال لي طاريف. يعني ولا راك قادر تجي تقرا اللهم بارك، ولا ما قدرتش الحل الوحيد هو تيف اي سونت فورماسيون بروفيسيونيل، ولكن يبقى شوية غالي نسبة للدول اللي في اوروبا ولا في كندا. بون لا دوزيام ايتاب كيما يكون في عمكم باللي هنايا في استراليا في اي ولاية من ولايات استراليا تقدر تصيب من 4 حتى 5 جامعات، خير التخصص اللي حاب تقرا فيه، الولاية اللي حاب تقرا فيها، دير معلومات على الكورسز اي اللي كل راح تقراهم، شوف شحال لا ديري ديريشن، ولا حبيت تزيد تستفسر اكثر واكثر على الكورس او الماده اللي راك حاب تقراها سقسي او ابعث لهم ايميل يعطوك معلومات، كل معلومات متواجده في السيت ويب تاع اليونيفرسيتي اللي راك حاب تقرا فيها. ثالثا ايتاب لازم تشوف المبلغ شحال تقام لك في الكورس اللي راك حاب تقرا فيه، لانه راح تدفع المبلغ واحد 10% من واش راح تقرا باش تدفع الفيزا. في الكالتريا ميتاب بعد ما خيرت الكورس التخصص اللي حاب تقرا فيه وشفت المبلغ واستفسرت يعني وعجبك التخصص، سيت بعث ايميل للجامعة وقول لهم راني مهتم بهذا التخصص، من بعد هما راح يردوا لك ويبعثوا لك واش لازم لك دير في الملف تاع الدراسة تاعك. سانكيا ميتاب بعد ما تبقى في اتصال مع الجامعة تاعك راحين يبعثوا لك بعد ما يشوفوا الملف تاعك وتوجد الدوسي خاص بالجامعة، راح يوجدوا لك واحد الورقة يعيطوا لها confirmation of enrollment، يعني اللي بيها تقدر تدفع الدوسي تاعك في الفيزا، ويشوفوا لك التخصص شحال راح تقرا فيه، يكتبوا لك شحال لازم تخلص الخطرة الأولى، وبهذاك confirmation of enrollment اللي تقدر به تدفع الفيزا تاعك. سيزيام ايتاب واللي هي مهمة جدا الانجليش، باش يكون في عمكم استراليا اللغة الرسمية فيها هي الانجليزية، حاب يقول إلا تا لونجلي تاعك ضعيف اسي تقرا لي كور بيرفورمي روحك في الانجليزيه قد ما تقدر، لانه بعد يدمونديو لك باش تجوز الايلس اي امتحان انجليزيه، والسكور لازم يكون مينيموم 5.5. ونصيحه ليك ايسي تجيبو 6، لانه 5.5 راح يدمونديو لك تقرا في الكوليج الانجلي لمده تقريبا عام. ثم نصيحه اخدم مليح في الانجليزيه، وجد روحك مليح في الانجليزيه وسي تجيب 6 فما فوق. وبالنسبه اللي حابين يجوزوا توفل المينيموم مارك في التوفل هي 46. لاسانتيام ايتاب راح يدمونديو لك لاسيرونس، هذه لاسيرونس تقدر تخلصها من الجزائر عن طريق بنك ويسترن يونيون. ويتيام ايتاب راح يدمونديو لك عندك المبلغ الكافي باش تعيش في استراليا لمده 3 سنين ولا 4 سنين او ما اكثر. لانوفيوم ايتاب لازم تبروفي لهم باللي راك جاي لهنا لاستراليا باش تقرا ومن بعد تعاود تولي. ديزيام ايتاب راح يسقسيوك على البيرسونال باك جراوند، على سبيل المثال كما نقولوا كازي جوديسيال لازم يكون فارغ، ما عندك حتى يعني ما داير حتى كريم ولا. ديزيام ايتاب راح تجوزين فيزيت ميديكال باش تبروفي لهم باللي ما عندك حتى من مالادي كرونيك او مرض معدي ان شاء الله.
وربي يشفي المرضى ان شاء الله. دوزيام ايتاب راح تبروفي لهم باللي ما عندك حتى ريفو فيزا من قبل، اي رفضوا لك الفيزا من قبل ولا. وبهذا نكون قدمت لكم يعني لي زيتاب برينسيبال باش تقدموا الملف تاعكم للدراسه في استراليا، ويعني مازال فيه اوراق واحد اخرين لازم تقدموهم على سبيل المثال لات موتيفاسيون. وبهذا نكون لحقت لافين تاع لا فيديو، ان شاء الله نكون مفدتكم المعلومات، وتهلاو في رواحتكم، ربي معاكم، ان شاء الله نتلاقاو في الخير.